حسين ضحى لجل لا ينزل لوانا 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 حيدر حسين ضحى لجل لا ينزل لوانا حسين ضحى لجل لا ينزل لوانا حسين ضحى لجل لا ينزل لوانا مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة بالمصاب راح المحامي والولي العطش يا عباس فتت وفادي العطش يا عباس زينب تنادي العطش يا عباس زينب تنادي العطش يا عباس فتت وفادي العطش يا عباس ذوب فادي العطش يا عباس زينب تنادي العطش يا عباس زينب تنادي العطش يا عباس زينب تنادي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي جورة بالمصاب راح المحامي والولي مأجورين أثابكم الله الله يعودنا وياكم إن شاء الله بخير وعافية. هذه الليلة تجربة ونجحتون أخذتم ممتاز. دعاء اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. مأجوري إن شاء الله ليلة غد إن شاء الله سينطلق العزاء من داخل مأتم ستكون تحليقات وبعدين